طبيب المنتخب او طبيب الكاف بيقول درجات الحراره في مصر مناسبه ولا تتجاوز الحد المسموح. اكد دكتور زرجيني نائب رئيس الفريق الطبي في الكاف ومسؤول اللجنه الطبيه للبطوله ان درجه الحراره في مصر واشعه الشمس مناسبه ولا تتجاوز الحد المسموح. وفد الكاف بيزور مكتبه الاسكندريه، زي ما حضراتكم عارفين مكتبه الاسكندريه دي احد المعالم الشهيره جدا هنا في القاهره. وطبعا مكتبه اسكندريه موجوده في اسكندريه ولكن احد المعالم الكبيره في مصر. نجوم الكاميرون تحتفل بعيد ميلاد كلويفرت في الاسماعيليه. احتفل نجوم منتخب الكاميرون بعيد ميلاد باتريك كلويفرت المدرب المساعد بمعسكر الفريق. زي ما حضراتكم عارفين سيدورف و كلويفرت الاثنين مدير فني ومدير او مدرب عام. جماهير المغرب ايضا تحتفل بتاهل اسود الاطلسي في حفل زفاف مصري. احتفلت جماهير منتخب المغرب بتاهل فريقها الى دور ال 16 وفي حفل زفاف اقيم بمقر اقامه الجماهير باحد فنادق القاهره. طب ما ورينا كده يا سمير، اتفضل. لا فرحة حلوة طبعا وحاجة جميلة جدا جدا أن تفوز وتصعد لدور ال 16. والمغاربة طبعا طبعا إخواتنا كل الأفارقة الحقيقة عاملين كده حس وجو في مصر جميل قوي قوي. الجزائر تحقق رقما قياسيا غائبا عنها بأمم إفريقيا منذ 29 سنة. تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها منتخب الجزائر في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاثة في مرحلة المجموعات منذ نسخة 1990. الحقيقة تم انتقاد جمال بالماضي بشكل كبير جدا حتى في الجزائر وفي وسائل الإعلام الجزائرية ما قبل البطولة، ولكن الكل الآن بيشيد بأداء منتخب الجزائر وأداء جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري اللي بيقول أن الكرة الجماعية سر تفوق الجزائر. الحقيقة ايضا الكره الجماعيه طبعا سر التفوق، ولكن قدره المدير الفني على السيطره على النجوم شيء مهم جدا جدا جدا. ايضا بيتلقى صدمه موجعه باصابه اتسو واحد من اهم وافضل اللاعبين في المنتخب الغاني، وبالتالي بيتم استبعاده من المعسكر. اصابه حارس السنغال بكسر في اصبع اليد وبالتالي ايضا لن يستطيع ان يكمل البطوله. أما أخبار الصحف الإفريقية، صحيفة الصريح التونسية بتقول فوزي لقجع بيطرح اسم فوزي البنزرتي للإشراف على المنتخب المغربي. طبعا ناس كثيرة بتتكلم على أن هناك برود في العلاقة، ده بناء على الكلام اللي موجود في الصحف المغربية، برود في العلاقة ما بين هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي وبعض اللاعبين أو اللاعبين الكبار اللي موجودين في المدرب في المنتخب المغربي. وبالتالي الكل ابتدى بقى من دلوقتي يقول أن هو هيبقى آخر حاجة ليه وجوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأعتقد أن هيبقى هناك صراع شرس خلال الفترة القادمة في هذا أو على هذا المدرب من كل المنتخبات ومن كل الأندية. صحيفة جون أفريك الفرنسية بترصد رواتب مدربي منتخبات كأس الأمم الإفريقية. يتصدرهم خفير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بأعلى أجرا بين مدربي كأس الأمم براتب شهري 108 ألف يورو، ثم الهولندي سيدورف يصل إلى 96 ألف يورو، ويليه الفرنسي هيرفي رينارد حوالي 80 ألف يورو، الاسكتلندي ستيوارت باكستر 62 ألف يورو. وأول إفريقي يظهر في هذه القائمة هو جمال بالماضي الذي يحصل على راتب شهري تقريبا 55 ألف يورو. صحيفة الهداف الجزائرية بتقول بالماضي يتحدى الجميع بتصريحات مثيرة ويكشف عن المرشحين للقب الكان. قال ان السنغال ومصر والمغرب وهي الاقرب للوصول الى المباراه النهائيه والفوز بهذه البطوله، وقال مش المنتخب الجزائري. الحقيقه طبعا واضح ان هو راجل ذكي جدا جدا جمال بالماضي بيحاول يبعد الضغط عن لاعبيه.
فرانس فوتبول الفرنسيه بتقول تولوز يفكر في ايمن عبد النور. ايضا صحيفه المنتخب المغربيه بتقول بوصفة بيدخل التاريخ من اوسع ابوابه، وصحيفه السلام الجزائريه بتقول مرابط يطالب اللجنه المنظمه باعاده النظر في توقيت اللقاءات القادمه. قال ايضا ان احنا بنلعب في وقت صعب جدا وبتكون الحراره مرتفعه، بندعو اللجنه المنظمه في النظر الى توقيت المباريات خلال المباريات اللي جايه. من سبور المغربيه بتقول عملاق فرنسا يرغب في التعاقد مع سفيان بوفال. اولمبيك مارسي بيرغب في التعاقد مع سفيان بوفال احد المهاجمين طبعا اللي بيلعب جناح شمال في المنتخب المغربي. اما موقع غانا سوكر نت بيقول 30,000 دولار لكل لاعب في غانا بعد التاهل لدور ال 16. اما صحيفه ليكيب الفرنسيه بتقول أزمة وردة تهدد بضياع صفقة تجارية من صلاح. قالت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير مطول لها أن شركة الألعاب الإلكترونية المسؤولة عن إصدار لعبة فيفا 2020 تفكر في وضع صورة محمد صلاح على البوستر الخاص بإصدار العام الجديد للعبة. قالت أن الصحيفة الفرنسية أن تفكير الشركة في صلاح بعد استبعاد رونالدو من الحملة الدعائية للعبة منذ فبراير الماضي، وكذلك ترددها بشأن الاستعانة بصورة نيمار بسبب الجدل المثار حول اللاعب. ألمحت الصحيفة إلى أن تدخل صلاح ودفاعه عن زميله عمرو وردة المتهم بالتحرش في بفتاة أثر كثيرا على الصورة الذهنية للمهاجم الذي يتألق في كأس أمم إفريقيا. وذا سان البريطانية بتقول أستون فيلا بيرصد 8 مليون استرليني لضم تريزيجيه. زي ما حضراتكم شفتوا واتفورد ايضا بيرصد مبلغ مالي كبير لضم تريزيجيه، ايضا استون فيلا ده من خلال ذا سان البريطانيه بيرصد 8 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ودي كانت الاخبار اللي موجوده عندنا لمنتخبنا الوطني ولكل الفرق او المنتخبات الافريقيه. عندنا النهارده كلام كتير جدا وكلام مهم جدا عن دور ال 16 او مواجهات دور ال 16، وهل تستطيع مصر الوصول الى دور الثمانيه بعد تحديد منتخب جنوب افريقيا كمنتخب سيلاقي منتخبنا الوطني في دور ال 16 ان شاء الله يوم السبت ليلا. فان شاء الله ثلاثه من نجومنا الكبار هيحللوا لنا هذا مواجهات دور ال 16، النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والنجم الكبير كابتن اسامه حسني. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نلتقي بنجومنا الكبار.